عنطريه فوقتها حاجه اللي كتقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبابنا الكرام مرة أخرى، نلتقي في مطبخ الأعشاب بإذن الله. اليوم إن شاء الله نعطيكم الفوائد ديال البروكولي، إن شاء الله غنديروا مخلل بالخل التفاح إن شاء الله وأكليل الجبل اليزير. البروكولي تعلمون هو من عائلة الشفرول، من عائلة القرنبيط والملفوف، هادو كلهم عندهم فوائد تقريبا يتشابهون في الفوائد والمزايا على الصحة. البروكولي هو أولا يحمي الجسم من أمراض السرطان، لأن خصنا الحمد لله كما تنقول لكم نذكركم باش ترجعوا لهاد الفوائد الخضر، خاصة الخضر اللي ما عندكم ما ديروا بها شط لكم. مثلا غنديروا دابا مخلل اللفت الأبيض، البروكولي مثلا ثقافة البروكولي عندنا من عدمة تقريبا، قليل الناس ما تيستعملوش بزاف، وخص يدخل في النظام الغذائي لأنه جيد وغني، ويسمى بنك الفيتامينات، وجميع الفيتامينات فيه تقريبا. وإن شاء الله غنذكر لكم الفوائد على الصحة، على السكري، الناس اللي كيعانوا من داء السكري، هذا المخلل مفيد للناس اللي كيعانوا من داء السكري. مفيد تنزل السكر والضغط الدموي بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم ان شاء الله. وكما قلت هو بنك للفيتامينات ومفيد للكبار والصغار، للافراد العائله كاملين يستعملوه ياكلوا صغار وكبار المسنين، له فوائد وغني بالالياف ومضاد للاكسده، يطرد السموم من الجسم وصديق جهاز المناعه، يقوي جهاز المناعه ويحارب الخلايا السرطانيه في الجسم. هذا البروكولي غني، وكذلك غني بالحمض الفوليك والمغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم، غني والله الا غني، هذا مفيد كثير على العظام، على يقوي العظام، الناس اللي كيعانيوا، النساء اللي كيعانيوا من هشاشة العظام مفيد لهم، يساعد الحوامل على النمو الجنين في البطن، فله مزايا كثيره. فان شاء الله غنوريكم طريقه باش يكون عندكم مخلل، يكون عندكم في البيت تستعملوه في السلطه ديالكم، في التغذيه ديالكم، في الغذاء، وجبه رئيسيه باذن تكون داخله في النظام الغذائي ديالكم باذن الله تعالى. ان شاء الله غادي نمشيو دابا، ان شاء الله غادي نبداو التحضير. انا وريتكم ان شاء الله عندنا راس الثومه واكليل الجبل، و تقريبا عندنا واحد 3 كيلو البروكولي هنا، وغادي نغسلوه بالملحه، غادي نغسلوه بالملحه من الشوائب ومن اي تعفنات، وحيت ما غاديش نسلقوه، ما والو، غيدار نيئا هكذا بخل التفاح كذلك. هو عندي هنا انا خل تفاح هو طبيعي ان شاء الله، وغادي ان شاء الله نمشيو لطريقة التحضير باذن الله. السلام عليكم، ان شاء الله غادي رجعنا باذن الله احبتنا الكرام الى طريقة التحضير. ان شاء الله قبل ما نديروه مخلل ونديروه في القرعه الدجاج ديالنا هي عندنا هنا، غادي نطهروه بالملح، لان غنديروه نيئا والماء يكون شويه دافي، الماء يكون دافي، غنديروا واحد 3 معالق الملح بحال غنغسلوه بالملح. بسم الله، واحد شويه الخل، بسم الله بهذه الطريقة هذه،
هتدخل ان شاء الله المخلل يولي عندكم وجبه رئيسيه نظام غذائي ديالكم ان شاء الله. الانسان يرجع نباتي لان الفواكه والخضر بهذه الطريقه هذه وهذه المزايا اللي فيها راه هي صحه الانسان، هي باش تقوى المناعه، هي باش الانسان كيحارب الامراض. الانسان يرجع لها الثقافه هذه والحمد لله راه ماشي شي حاجه غالي، راه كيطلع المخلل وكيبقى عندك تقريبا يضرب لك 3 شهور شهرين تحط منه القياس لان يعني بدون ملح مخلل الخل فقط. نبدلوا الماء، بدلنا الماء بسم الله ونغسلوه دابا. وانا راه غسلته في الاول هاد البنان غير التعقيم عقمناه باي تعفنات ولا اي يعني كيشدوا اليدين في المارشي وداكشي كيهزوه باش نطهروه مزيان. بعد ما غسلناه طهرناه نبداو ان شاء الله في الديكراد. نحاولو نصغروه شوية على شكل الطريقة هادي. بسم الله دار كلشي ليه، كله الفوائد ديالو كله فوائد ما شاء الله كله فوائد. هادو الغلاد نقسمهم على جوج هكا هاد الجدر هذا كنحيدو هذا ونقسموه. ها الطريقة هادي تا حاجة ما تطلع منو كلشي تستعمل. وهداك التخزين يبقى عندك الانسان تا لما بقى جا البيت وما كانش مقدي ولا ما كانش عنده كيجبد شويه المخلل وكيديرو وياكلو مع الخبز وراه مفيد. راه المخلل بالخل التفاح راه لا ضرر على الصحه، راه له فوائد كذلك الخل واكل الجبل ان شاء الله اللي كيطلق فيه دوك المواد ديال اكل الجبل الزيوت الاساسيه ودوك الفوائد ديال داك اكل الجبل راه ما شاء الله. راه اللي تبع هذا البرنامج ديال غذائي بهذه الطريقه ويحافظ على هذا ونوض الانسان يصوب هذا الشيء ديالو في المنزل ديالو يتعلم هذا الشيء بلي يصوبو الحمد لله يشري الخل ولا يصوبو. راه غنعطيكم طريقه الخل كيفاش تحضروا الخل باذن الله كيفاش تصوبوا ديالكم الخل صوبوا منه 21 لتر ولا 30 لتر من الخل التفاح. تشريو داك التفاح الصغير اللي كيكون فيه واخا يكون خامج شريوه وتغسلوه ويتصوب به الخل ديال التفاح. تعلموا الثقافه الانسان يولي يصوب كاين شي حوايج يصوب مرة راسو هويا بحال الخميره البلديه بحال الخميره شي حوايج اللي تكون عند ترجع لنا الثقافه ديال نصوبوا المواد ديالنا لو تبقى عندنا بحال الكيتشوب بحال الهريسه وقت الفلفله نصوب الهريسه تبقى عندي ديال العام كامل. راه عطيتكم الطريقه اللي كتبقى فيها عامين ما تخسرش. الحمد لله الانسان مطبخ العشاء ان شاء الله غني هادو الفوائد وهاد الاجتهادات ديالنا الحمد لله وهاد الخبره نعطيوها للاحباب ديالنا يستافدوا منها ويستعملوها. وخلونا التعليق ديالكم ما تنساوش دعمونا وتخلوا التعليق ديالكم شنو استفدتوا تعطونا الاراء ديالكم باذن الله نتبادل الاراء شنو بغيتوا وشنو كذا. واللي بغى يستافد من شي حوايج مرحبا بجانب السكري او جانب الضغط الدموي او كذا فمرحبا يتواصل معنا ان شاء الله ونوريه واش يدير برنامج غذائي ديال مريض السكري والبرنامج الغذائي ديال الناس اللي عندهم
زياده الوزن اللي كيعانيو من التخمه. فكاين برنامج طبيعي من شاي واكل واعشاب، وكذلك الناس اللي كيعانيو من الغده الدرقيه باذن الله كاين برنامج غذائي وكاين وصفات علاجيه باذن الله. فتواصلوا معنا ان شاء الله، وما يكون على خاطركم باذن الله، وداك الشيء اللي بغيتو ان شاء الله نعطيه لكم. كاين امراض كتعالج سهله باذن الله بوصفات سهله، وفي في البيت ديالكم، شي كله عندكم في البيت ديالكم باذن الله. السلام عليكم احبابنا الكرام، ان شاء الله نبداو طريقه التحضير بعد ما هنا قربناه. ودابا غادي نديرو ان شاء الله اليازير، اكل الجبل اليازير خضر. والثومة كيما راس الثومة، وغادي نبدا ان شاء الله نعمرو قاع. وعندنا نسيت ما ذكرت لكم الحامضه، لان حطيتها قبيله. الحامضه غنديروها ان شاء الله، غنقسموها شرائح وغنديروها ليمونه. ان شاء الله كملوا طريقتنا. بسم الله. دابا ان شاء الله غنديروا الخل التفاح. بسم الله، راه ما شاء الله رائع. 15 يوم 20 يوم 10 ايام يبدا يستعمل الانسان في الاكل الوجبه ديالو، يحطوا ان شاء الله واحد المعلومه احبتنا الكرام. راه هذا الخل الا كليتي البروكولي تكملتي وبقى الخل، ما يبقى يتعاود تخلل به، لانه هو ما فيش الماء غير خل السك، غتستافدوا منه مره اخرى. لان كون ما بقى الخل بقى غير هو يكون تكون سميتو مغلوق محكم مزيان. ولا غندير واحد البلاستيكه هنايا، انا غنصاوب عليكم الطريقه كيفاش، وغادي يكون يتغلق غلق محكم، غلق محكم ما يكونش منفس، ما يكونش كيتنفس. هذا الخل اللي بقى غادي يولي فيه مزايا ديال البروكولي، غادي يشرب المزايا ديال البروكولي. من تاخذوا منه وديروه في سلاده وديروه في هذا، ولا بقى الخل كنعاودوا نخلوه به عاوتاني البروكولي نفس الطريقه، لان كيبقى عنده القوه الخل، غير ما يكونش عريان اللي يتبخر داك القوه ديالو. ان شاء الله نمشيو بطريقه ان شاء الله اخرى. بسم الله ما شاء الله. دابا هذه الطريقه ما شاء الله، راه ما شاء الله على الكليل الجبل كل شيء الفوائد ان شاء الله. كتستافدوا من تغذيه صحيه ومفيده باذن الله عز وجل. راه طريقه التغذيه هي كلشي، وهذه الوسائل ان شاء الله يسهل يديرها في البيت ديالو، ذخيره له. وحتى لك الانسان مسافر، مسافر غادي خارج مسافر، يدير واحد قرعه ولا طويصه ويديه معاه في الطريق ديالو، راه جيد وما يخليش لك اي انف في البطن كي تجي شي تغذيه ولا شي حاجه، لان فيه الخل ديال التفاح. نزوقو غادي حامض هنا كنديرو الثومه الفوق، وهذا الشيء اللي بقى عندنا.
ونفس الطريقه كنديروا الخل ديالنا. السلام عليكم حبنا الكرام، كما قلت لكم الطريقه ديال باش نحافظوا على المزايا ديال الخل، لان هو خل طيار تبقى القوه ديالو. دير بها الطريقه ان شاء الله باش تبقى القوه ديال الخل كما قلت لكم. نعاود اذا استعملنا هذا الكوب بروكولي وكملناه كنعاودوا لك الخل كيبقى القوه ديالو، كنعاود نخلل به اما القرنه بيضه اما الشفرول واما البروكولي بهذه الطريقه ان شاء الله. وكنغلقوه وكان ان شاء الله ها المخلل ديالنا ما شاء الله هو واجد باذن الله، وكنستعملوه في التغذيه ديالنا. راه صحي هذا المخلل، راه له فوائد ومزايا على الصحه، خاصه مولين السكر مولين الضغط الدموي مولين الكوليسترول، لان كيطرد الدهون من الدم وكيسرح العروق اللي كنقولوا حنا كتغلقوا بالدهنيات. فالخل المخلل وخل التفاح راه مفيد لهاد المزايا اللي كنقول لكم الانسان اللي كيعاني منها. فالاستمراريه بهذه الطريقه بهذا المخلل بهذه الطريقه هذه ماشي راه مفيد لا ضرر، راه نتبعوا ان شاء الله، لان هاد الثقافه خصها ترجع لعندنا. هاد المخللات نصوبوهم، هاد التخزين ديال هاد الفواكه وهاد الخضر تكون طريه فوقتها، حاجه اللي كتكون فوقتها مثلا، كنصوب منها هاد المخلل وكنشري قرعه الدجاج وكنحطو عندي باذن الله وكنبقى نستعملو. وانا درت ليه دابا البلاستيك غطقتو بهذه الطريقه كيكون محكم الغلق، باش داك حيت الخل طيار باش يبقى الفوائد الخل من نستعمل من كنجبد منه ما خشيش يديها، ما تخشوش يديكم، ناخذ بشي فرشيط ولا معلقه ولا بشي نجبدو بها باش تبقى المزايا ديال الخل وباش ما يتعفش لنا الخل ديالنا، ونبقى نخلو بها عاوتاني مره اخرى ونسدو بهذه الطريقه هذه. ان شاء الله ترجع الثقافه، لان الثقافه هذه عند المخلل عند السوريين والاردنيين المشرقيين كيستعملوا بزاف المخلل عندهم في المنزل في المطبخ ديالهم ما شاء الله، كياخذوه بزاف وكيستعملوه لا ضرر باذن الله. الا كان الخل طبيعي خل التفاح ما يكونش كيماوي راه ما عندوش ضرر على الصحه باذن الله ولا على القلب ولا على اي شيء، فهو مقوي للقلب ومقوي للكبد باذن الله. كيطرق في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم خير ادام ادام الخل. وان شاء الله ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وما تنساوش تدعمونا بالاراء ديالكم بالافكار ديالكم وبالنصائح ديالكم كذلك. واللي عنده شي استفسار ولا شي سؤال في هذا المجال فمرحبا بكم، تواصلوا معنا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله في وصفه جديده ان شاء الله.